عندما تعطي الشهادة لمن لا يستحق. عندنا دلوقتي سمكة قرش، ناس اصطادتها، صيادين اصطادوا السمكة، طبعا هم مش عارفين يعملوا بيها ايه، زي ما انت شايف كده عمالة تتعمل يمين شمال فوق لتحت، هم مش عارفين يعملوا فيها ايه. للأسف لما بتيجي تعطي لحد شهادة لا يستحقها بتبقى هي دي النتيجة. هم مش عارفين يوقفوها، وطبعا خايفين يقربوا منها عشان خاطر هيعضوها ولا حاجة. ده واحد برضو تاني بيصطاد سمكتين كبار، مش عارف يا عيني يطلعهم ازاي، نفس الكلام بالظبط، المشكلة بتاعته مش عارف يطلعهم. طب هيطلعهم ازاي؟ أو إيه؟ 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 يا ساتر يا ابني طلع يا ابني، ها، ولا بيطلع بالعافية يعني. للأسف ما عندوش خبرة في الصيد، ازاي يصيد وازاي يطلع الحاجات دي. واحد تاني او اصطاد سمكة تكاد تكون ممكن تقتله، وهو مش عارف برضو بيمسكها، بتروح منه يمين شمال، مش عارف برضو. طيب انت مالكش خبرة في الصيد بتصطاد ليه؟ يعني ده معروف، انت مالكش خبرة في الصيد تقعد تصطاد وتتعب نفسك وتتعبنا معاك. فانا انصح اي حد لازم تعطي الشهادة لمن يستحقها، مش اي حد كده وخلاص يصطاد. زي بيقول لك ان هو مش كل من اصطاد سمكة بقى صياد، ولا كل من ركب سيارة بقى سواق. طبعا هنا معانا برضو واحدة بتركب عربيتها،